فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. يا مساء الفل والياسمين والهنا من مصر ومن الدنيا، وحشتوني جدا. كل سنة وانتو طيبين. طبعا تعرفين انا كنت عاملة عملية ودلوقتي بتعافى بعد العملية، يعني بتأهل بعد العملية، وانا بحبكم وحشتوني جدا جدا، ومرسي على دعائكم وربنا يخليكم ليا قد ما دعيتولي. ربنا يخليكم ليا، والنبي خلي بالكم من نفسكم عشان خاطر موضوع الكورونا، عشان خاطر ربنا، وربنا يبعد الغمة دي عننا وعن مصر يا رب، والنبي وعن العالم العربي كله والناس كلها في أوروبا، المصريين والنبي يا رب والأجانب كله يا رب، يا رب يبعد الغمة دي عننا يا رب. مش عارفة ايه الموضوع ده، موضوع حاجة يعني اكتئاب ما بعده اكتئاب. ربنا ما يوريه لحد يا رب، ويرحم اللي ماتوا ويشفي المصابين بحق جاء النبي يا رب. وانا من